بعد 40 يوما من الاحتجاز في ثلاجات الاحتلال. ودعت بلدة بيت أمر شمال الخليل الشهيد رامي وحيد صبرنا، والذي استشهد في 2 حزيران الماضي في البلدة القديمة في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أثناء عمله هناك. رتبونا في السيارة وطلعنا حد حلحول، لهم بقولوا خلاص بدنا نرجع، اليهود ما يخدينا، ورجعنا توصلنا هان، لهم بقولوا الله يرحمه. تعرف يوم الوحدة بيجيها خبر زي هيك بتفقد صوابها على غفلة زي تخت الطلب، والله يرحمه. يعني كان اثر صعب للغايه، يعني الشهيد يعني بالرغم منهم فقدوا ابنهم الكبير في هذه العائله، ولانه مش موجود، يعني مش موجود انهم يشوفوه، يشوفوا اصابته، اولاده ما يودعوه، يعني اولاده اكبر ابن الى 8 سنين تقريبا كان ينتظر انه يلقي نظره الوداع على ابوه، واليوم شهد ابوه. يعني نطلب من الله ان يكون من الشهداء الصالحين ومن الرافقين. وقد عم الاضراب التجاري انحاء بلده بيت امر في ظل تواجد مكثف لقوات الاحتلال على مداخل البلده، وقد اعتلى الجنود أسطح المنازل، وقد اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين أسفرت عن إصابات بالاختناق. نحن تعودنا في بلدة بيت أمر عند تشييع جثمان أي شهيد يكون هناك تواجد مكثف لقوات الاحتلال، حيث يقومون يعني باستفزاز المواطنين واللعب بمشاعر المواطنين من خلال تواجدهم ومنع موكب التشييع من الوصول إلى المقبرة بسلام. وكانت قد سلمت سلطات الاحتلال الشهيد صبرنا أمس، بالإضافة إلى الشهيدين محمد عنبر من طول كرم ومحمد مرشود من نابلس. تودع الضفة الغربية اليوم 3 شهداء احتجزهم الاحتلال لفترات مختلفة، ولا زال يحتجز جثامين 25 شهيدا في ثلاجاته. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فلسطين المحتلة.